بودكاست نجم الرابعة. مساء الخير مجددا لكل الأحبة والأصدقاء، بعدنا ببرنامج ريفرش عبر أثير راديو رابعة وشاشة رابعة الفضائية. فأهلا وسهلا لكل اللي انضموا لنا وكل اللي سألوا إمتى رح تكون مايا دياب على الهواء. قلنا لكم ساعة 3، هلأ ساعة 3:07 ومايا دياب معي على الهواء. فخلونا نقول بعنوان واحد من أجمل أغنيات اللي أنا بحبها، خلينا نقول مايا دياب أهلا وسهلا. ليه مأخر 7 دقايق على والله ليكي ما في انه مش مأخر، بس لانه يعني عنا وقفات اعلانية على رأس الساعة ومفروض انه تطلع اغنية، فمشان هيك بعدين عم نشوق الناس تقلانين اذا بدك. مايا الارسال بكل الامارات العربية وإن شاء الله يكونوا عم يستمتعوا كمان بالأغاني الحلوة وأغانية خاصة إن شاء الله يا رب. أنت بتعرفي وأنت قلتيها إنه وقت اللي بتجي على الإمارات تسمعي أغانيكي على راديو الرابعة وبتضل الرابعة بسيارتك. مايا يا مايا، أول شيء بدنا نقلك ألف مبروك على أغنية تقلان، هالأغنية الحلوة. وشو عاملي على يوتيوب؟ شو عاملي على تيك توك؟ في حدا من كل المقالات اللي انكتبت عن هالغنية بالتحديد، في حدا كتب عنا، بعتذر يمكن ما بعرف مين الحدا، يمكن فان أو صحافة، بس يعذرني بالحالتين، قال إنه أهم صناع الأغنية بالعالم العربي عاملين غنية لمايا دياب، فكيف ما بدها تكون ناجحة. أنا اليوم بدي أتشكر أيمن بهجة أمر الكاتب الكبير على طبعا كلام الغنية، بدي أتشكر الملحن العظيم وليد سعد على صحيح لحن هالغنية، وبدي اتشكر كمان هادي شرارة اللي هو كمان اللي بيعمله بالأغاني وبالتوزيع، يعني صحيح ما في يمكن أعلى منه بالعالم العربي. ففخورة أن اشتغلت مع هالثلاث أسامي بهالغنية، مبسوطة كتير باختياري لتقلان ومبسوطة بتفاعل الناس معه، وعندي شيء يمكن أقوله أنه كتير صعب بهالأيام تحافظ على موسيقى حلوة ونوع غنية حلوة بوقت اللي الغنية الهابطة السريعة اللي بدأ تعمل ترند وتفل بخمس دقايق هي اللي مسيطرة اليوم. كتير مهم أنه الفنان الحقيقي اللي عن جد عم ينظر للموسيقى بنظرة جدية وعمل جدي، وأنا دايما بقول أنه بدي أشوف غنيته وإسمعها بعد 20 سنة يكون فخورة فيها، انه هول الناس يضلوا محافظين على مستوى معين من الفن ليبقى في فن حقيقي بالعالم العربي. وهذا الشيء عم بقوله من كل قلبي كلبنانية بهتم بموسيقى اللبنانية وكلبنانية بتغني مصري، وان شاء الله قريبا خليجي، و يعني والجديد على الطريق اصلا جاي. يعني شوفوا حرقت لي كل شيء ممكن اسال عنه، يعني انا بعد ما نخلص من تقلان كنت بدي اسالها الجديد، بعرف انك عم تسجلي، ولكن مايا قبل يعني بدي علق على الكلام اللي قلتيه، لانه الكلام اللي قلتيه يعني يثبت بانه الفنان اليوم لتقدر تستمر كمان لازم تكون ذكيه، وانت مش بس يعني امراه جميله، انت كمان امراه ذكيه، لانه التواجد على الساحه اذا ما في ذكاء فني، وانت اخترتي قمم عم تشتغلي معهم، فمقومات النجاح موجوده عندك. وكمان بدي اقول لك انه انت اسم كتير كبير صرتي بمصر. ثانك يو. بعرف انا مصر لإلي هي شقفه كتير كبيره من نجاحي، محبه الشعب المصري لإلي لا تتمن صراحه، بتزيد لي يمكن هي مش بتزدلي بس هي عم قلك قطعة من نجاحي كتير كبيرة، لأنه هالشعب المتميز المحب للموسيقى واللي منه بتنطلق موسيقى كمان بان عرب، دايما ما في موسيقى بس مصرية، في موسيقى بتروح على كل البلاد العربية صح من مصر، هيدا فخر لإلي وشكر كتير كبير للشعب المصري. مايا أنت تقريبا من أكثر الممثلات اللي نذكر اسمها بمسرح مصر، يعني كانوا كل ما بدون يجيبوا سيرة أنه امرأة هي خارقة الجمال كانوا يقولوا، كنت تقول له نويزو لإلي، لأنه أنا أوقات كل يوم مش أوقات قد ما بحضر على تليفوني مسرح مصر، تعرف أنت التليفون الذكي بتصير يطلعك شو عبالك تحضر. صحيح صحيح. أنا ما فيني بحضرهم للشباب لو ألف مرة ما بشبع منهم. مسرح مصر هو مدرسة جديدة من بعد الزعيم الكبير صحيح
اللي الله يطول بعمره. بي الكوميدي بالعالم العربي زعيم عادل إمام. يمكن اجوا هالشباب من بعده بطريقة مش معقول قديه ممكن يضحكونا. هن جروب حتى إذا بتقعد معهم بالحقيقة ما فيك تقعد عادي يعني. صحيح صحيح. تقعد بالقلب تكون قاعد معهم. بس كمان يعني إنه مايا أنت فرضتي وجودك، ومش من السهل. ونحن دايما بنقول إنه النجم ليكون نجم عربي لازم يكون له قاعدة جماهيرية بمصر. فكيف وقت اللي بتكوني مثل بينضرب فيك المثل يعني إنه بالجمال بالشياكة إنه مايا دياب عن جد يعني. أول شيء أنا بدي أقولك أغنية تقلان مع هولي الأسماء اللي قلتيهم أغنية يمكن رح تعيش كتير وإن شاء الله بتعيش كتير. بس خبريني هلأ خلصتي تقلان، بس أنت ما بتظهري من مطبخ الموسيقى. أنا بعرف أنه أنت وهادي على طول على طول على طول عم تفتشوا. صحيح. فقلتيلي في شي جاي وقلتيلي رح أغني خليجي. يس. شو عم تحضري؟ أغاني هلأ في ثلاث أغاني جايين. أغنية باللهجة اللبنانية ما رح يعني ما رح نقول أسمائهم. أوكي. تبعي. لا 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 موجودين بالألبوم. أوكي. الناس. كلهم قالوا لي إنك مش إلي. مع مين؟ عندي غنية اسمها قولي. كلهم قالوا لي هي من ألحان وكلمات زياد بورجي. آه برافو. يعني هلأ لو مأخرة شوي بس مبروك على الصلحة. ياس. أنا ماني متخانقة مع حدا. بعرف. ماني زعلانة من زيادة. بعرف أبداً. بعرف. بيرجع عندي غنية اسمها قولي باللهجة المغربية. أيوة. عادت التكرار من بعد ديالي مش مع نفس الأشخاص. بس كمان غنية كتير حلوة مغربية، وحسيت إنه هاللهجة كتير لبقتلي وأنا متمكنة إن أقدر غنيها بطريقة حلوة وأديها بطريقة حلوة. حلو. وثالث غنية مصرية من ألحان مديان، وبعتقد هيدي الغنية كمان مختلفة. هالثلاث أغاني عم نشوف طريقة طرحهم كيف رح تكون، هل ثلاثتهم مع بعض، هل رح يكون في وقت قصير بيناتهم، هذا الشيء منقرره أنا وشركة وورنر. وعندي غنية كتير حلوة للأعراس، لأعياد الميلاد، للفرحة، شو ما كانت الفرحة. كمان عم لقينا محل تكون موجودة وقريبا مصورة. صورتي يعني ولا ما صورتي؟ بعد ما صورت. ما صورتي. أوكي. والغنية الخليجية أنا هلأ بصدد التفتيش على شيء حلو. في كتير أسامي بعالم الأغنية الخليجية دقيت بوابهم لأسمع أغاني حلوة وأنا ناطرة. وأول ما حس أنه في شيء بيلبق لي، وهذا الأهم، مش مهم أنه نغني، المهم أنه يكون لبق لنا شو عم نعمل. حلو. رح كون أكيد عم بقدي غنية خليجية. كمان لمحبة الشعب الخليجي، السعودي، الإماراتي، البحريني، الكويتي، ما ننسى حدا يعني. بسم الله عليك. لا إلي. على فكرة بدي أقول يعني أنه كمان مايا جاي من خلفية إعلامية، يعني أنا عم حاور اليوم إعلامية فنانة. أسميها على التليفون. أي. مايا يا مايا، أول شيء عم تجي على دبي بس بسرعة، فبدنا نرصدك هالمرة وننزل نعمل لقاء يعني لايف، أو تجي لعنا على الإذاعة المرة الجاية إن الله راد. بتزبطوا هيدا الموضوع. أي. مع الكيم، وأنا بكون بأمركم وبخدمتكم. لك تسلمي لي يا رب. مايا دياب ألف مليون مبروك على تقلان. نحن بانتظار كل جديد لألك، وإن شاء الله يا رب يعني فنانة بعقليتك بلباقتك بذكائك أكيد إن شاء الله رح تظلها موجودة على الساحة لتقول أنا مايا دياب صاحبة البصمة اللي بتقدم موسيقى حلوة وبتقدم أعمال بتحترم عقل المشاهد والمستمع. شكرا. تسلمي لي. يعطيكم الف عافيه. ان شاء الله تكون هيك فتره بعد الظهر حلوه معك عمر. ان شاء الله. تسلمي لي يا رب. كمان لبك لدرجه وانبسطت كثير باللقاء معك. تسلمي لي ميوش. انا الناس استمتعوا بتقلان. تسلمي لي يا رب. لنا لقاء قريب ولكل محبي النجمه مايا دياب رح نسمع تقلان سوا ونرجع لنتابع. بودكاست نجم الرابعه.